من الثانية التي حققت أيضا هذا الأداء الممتاز من خلال هذه البداية الأولى. لحظات التكريم هنا من خلال هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق الكبير. العروبة صاحبة الكأس المفتوح، كأس المقبول له بإذن الله تعالى، شيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، سمو شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتوج الفائزين ويتوج سعيد الشيخ أيضا مضمر هجن العاصفة أيضا من خلال تواجد أيضا في هذه اللحظات، وكذلك التتويج لهملولة صاحبة كأس المحليات. هنا هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون يتسلم هذه الكأس على تحقيق هملولة لهذا الإنجاز المتميز في هذا اليوم الكبير، في هذا اليوم الذي يشهد منافسات هذا السن. الشوط الثالث ذهب إلى المتحد وهجن الشيحانية تسجل هذا التوقيت، تسجل حدثا 8:36 سبعا من الأجزاء من الثانية. سلالة المتحد وسالم بن فاران المري يتسلم هنا هذه البندقية مع جابر بن سالم بن فاران المري في تحقيق هذا الانتصار وهذه اللحظات الجميلة. هنا صالح العيد أيضا يتواجد مع الفائزين كواحد من الأسماء المرتبطة أيضا بهجن الشحانية. الشوط الرابع كان شوطا خاصا بالجعدان المحليات، وكفو أيضا يحقق انتصار ثاني وثاني رموز هذه التحديات هنا في هذا الصباح من خلال هذه البداية. هنا سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا بمعية سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم أيضا في تسليم هذه الكؤوس هنا لسعيد الشيخ، أيضا المتابع لهجن العاصفة من خلال هذه اللحظات الجميلة. نبارك للجميع.